ياسر طيب يلا انا بوخر نبغى الاجابه سريعه استاذ خالد. أوه. الله يعطيك العافيه. انت مستمتع بالشاي بارد ولا حار؟ انا السؤال الاول. لا لا يلا اوكي. يلا. شخص تستمتع بمشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي. شخص لحظه يمثل ولا يؤدي ولا وشه يعني اي شيء اي شيء اي شيء قصدك عنده برنامج على اليوتيوب يعني ايوه ايوه اي شيء بسرعه اي شخص عجبني انا كل شغل مش على الجاسر بصراحه. ما شاء الله جميل جدا. مؤهلك التعليمي دبلوم إدارة أعمال. تصنف نفسك كوميدي مقدم ممثل من رواد الأعمال ولا واحد؟ كم عمرك؟ ما يحتاج ترى تروحون تجون تعال واحد من هنا واحد من هنا والله ما أحبكم عشان نسوي جو كذا. لا أخذت وقت طويل عشان تجي والله جد والله هي جو والله العظيم. طيب روح يلا جول. كم عمرك؟ ها؟ كم عمرك؟ لحد 30 بطلت أعد. قرار ندمت عليه. خلنا اشرب الشاي بسرعه يمكن الشاي كان في فرصه اني اشوت مو اشوت كان في فرصه اني اسجل جول دبل كيك كان عام 1994 ما قدرت اسويه خفت ان انصاب ولا كذا مرت السنين الحين والله ولا حتى اقدر ارفع رجلي يا اخي ليتني سويت القرار ذاك الوقت كان في فرصه اسجل الجول بس يلا. اي نادي تشجع؟ هلال. يعني عندكم في صاحي ما شاء الله برامج مره كثيره والبرامج الرياضيه جميله لكن برنامج ضربة حرة هو الأكثر نجاحا، لماذا؟ لماذا؟ لأن سؤالك غلط، هو برنامج واحد رياضي ما عندنا غيره طيب بالله؟ هو في غيره ضربة حرة معنا أنت اللي عدت السؤال بس الشهادة لا الشهادة لا لا في لا, في لا صح في ضربة حرة لا في كوبري لا في طقطقة في طقطقة أيوه في طقطقة سبب نجاحه حرص مقدمه على النجاح يا سلام والله ضيعت السؤال اللي بعد تعال تعال صفة تكرهها في نفسك النسيان انسى حتى اسامي الناس انساها جميل اسلم على واحد والله ما اقول له يا شخبارك اي شيء كم تعطي برنامجك نص الجبهه من 10 يعني 5 6 ونص 3 4 7 مش اكثر من 7 طيب ايش هو تطبيقك المفضل تويتر اكثر شيء تخاف منه ايش هذا قطار الموت هذا ما احبه يا الله اقسى نقد سمعته ايش اقسى نقد سمعته امي امي قالت لي ايش قالت لك قالت لي ان قلدت اخوك مره ثانيه ما تدخل البيت يا الله ولا حد ذوق الكبسه حقتي متبر منك ليوم الدين تابشر يا ام خلاص هذا اخر مره الله يطول في عمرك كانت قاسي علي في الله يطول في عمرك عاد بنزينه وليد عاد شويه نرجع له ايش علمك اليوتيوب ها ايش علمك اليوتيوب علمني ان هناك حياه اخرى اسمها الحياه افتراضيه كيف ترد على اللي يقول انه المحتوى اللي تقدمه تافه؟ اقول له فر القناه، شو المشكله بعد؟ شوف شوف شو برنامج ثاني الله عليك والله حد قالك طالعني احد اسباب شهرتك اخوك الاعلامي وليد الفراج احد الاسباب؟ صح ولا لا؟ احد اي اي احد الاسباب نعم للاسف برايك ايش هو سبب النجاح بشكل عام؟ الثقه في النفس والثقه في الله قبل هذا جميل تتوقع ان برنامج اليوتيوب موضه وستنتهي؟ ايش ايش؟ برنامج اليوتيوب موضة وتنتهي ولا حستمر؟ برنامج اليوتيوب؟ لك اليوتيوب بشكل عام برامج اليوتيوب برامج اليوتيوب برامج اليوتيوب برامج اليوتيوب انت ما تعرف تقرا السؤال اقرا كويس والله هذه جايبين اضافي خلينا نتكلم بشكل عام اليوتيوب يقدم محتوى، المحتوى هذا مش ملتزم لا برنامج ولا غيره، اسمه محتوى وحيستمر حيستمر ويتطور كمان حلو ايش اكثر برنامج يوتيوب ناجح برايك؟ ولا واحد لانه لا يمكن صفه النجاح تجي على الجمع لانه هذا له جمهور وهذا له جمهور بدليل انه في برنامج بيحقق مشاهدات اكثر من برنامج اضعاف الاضعاف واحد من عندي بيسبه يقول هذا اسمى برنامج طب يا ابني شوف مشاهدات مو بشغل كلهم ساجين طب المساله تحبه زي مثلا انا هلالي هذا نادي النصر نادي فاشل لاني هلالي حق النصر يقول نادي هلالي نادي فاشل لانه نصراوي نفس لكن بنظرك انت برايك يعني هل في برنامج معين واحد؟ لا مستحيل ما في اجماع عليه ما في احنا في عندنا اجماع على ماده تعدي اي بس كبرنامج لا ما في اجماع اين تجد نفسك بعد 5 سنوات؟ ها؟ بعد 5 سنوات وين حتكون؟ بكون في البيت مره؟ على الكنبه روح وين بروح بعد؟ هذا اخر سؤال لو ما كان في شيء اسمه يوتيوب ايش تتوقع حتكون؟ كنت طال عمرك لا كنت فعلا قبل اليوتيوب بالثانيه يعني قبل ما اروح الصاحي كنت مقدم استقالتي ورايح الشرقيه بفتح لي مطعم وحمام مغربي ونادي صح لا صح مطعمين كنت بفتح مطعمين وحمام مغربي يا سلام يعني كنت اروح التجاره الله يعطيك العافيه يعطيك العافيه استريح خلاص هذه كانت فقرتنا
شكرا.